النضال ضد مرض شلل الأطفال نهج ماضية فيه الحكومة شادية لإعادة فترة عام 2016 عندما أعلنت شاد أن أراضيها خالية من مرض شلل الأطفال. لذا حاكم ولاية والدعي الجنرال أحمد داريبازين أطلق حملة لتطعيم الأطفال قالت فيها مسؤولة مركز سلامات الصحي حاج عشت عوضة إنه لشرف عظيم أن مركزها أقيمت فيه مناسبة الانطلاقة الرسمية، مضيفة أن مركزها سيقدم خدمات صحية لا محدودة. من جهته مندوب الصحة بولاية والدعي الدكتور عبد المحمود شين أكد أن الطواقم الصحية بالولاية ستعمل بأقصى درجة لتطعيم الأطفال من عمر 0 إلى 5 سنوات في كافة أراضي ولاية والدعي. أما حاكم ولاية والدعي الجنرال أحمد داريبازين قال إن صحة المواطنين هي من أولويات رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق ركم محمد إدريس دبيتو، داعيا كل المسؤولين والمواطنين بالمشاركة لنجاح هذه الحملة. ويذكر أن حاكم ولاية والدعي رفقة المسؤولين قاموا بتطعيم بعض الأطفال. المستشفى الولائي لمدينة برداي احتضن فعاليات حفل الانطلاق الرسمية لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال بحضور السلطات الإدارية والعسكرية والطواقم الطبية للمستشفى وعدد من الأهالي والأطفال المانعين بالتطعيم في بداية الحفل، حيث رحب المندوب الولائي لوزارة الصحة العامة والتضامن الوطني بولاية تيبستي الدكتور أحمد اللفوزة جيمي، رحب بالحضور مؤكدا على أهمية التطعيم الأطفال الذين يتراوح أعمارهم بين سن 0 وحتى 5 سنوات، وطمأن أهالي الأطفال بأن لقاح التطعيم ضد الشلل يعتبر فعالا وناجعا يحمي الأطفال بمرض الشلل، وأن فرق التطعيم سيذهبون إلى الحارات وأماكن التجمعات لتطعيم الأطفال. الأمين العام لولاية تيبستي ألي موسى التربو أوضح أن مرض شلل الأطفال ينقله فيروس معدي ويصيب الأطفال الذين لم يتم تطعيمهم، وناشد فرق التطعيم وأهالي الأطفال إلى ضرورة تطعيم أعداد كبيرة من الأطفال باعتبارهم مستقبل هذا البلد. ولأجل إنجاح هذه الحملة ستقف السلطات الإدارية الولائية بجانب فرق التطعيم وطلب من الأهالي فتح أبوابهم لاستقبال فرق التطعيم. عقب ذلك قام الأمين العام لولاية تيبستي ألي موسى التربو بوضع نقطتين من اللقاح في في الأطفال إيذانا بالانطلاقة الرسمية لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال في ولاية تيبستي،